بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى توفيق هنا بزي درساتين يمنا يتأجر رسالة بتجويد زرف يتسافشتون عليك سمام هداية المستفيد في أحكام التجويد تبال عليك. طيب، هداية مالت ممريا مالتنا، هداية بلو مالت ممريا مالتنا، المستفيد بلو مالت دمو تتأكامي مالت سنة يايزو يتتأكامي انتون عليك ممريا يميل ترجم تسألنا ليش ماله. طيب، هداية المستفيد يه كتاب يتزجاجه بمن زوريانو في بزي زوريانو بزي زوري يميات أنتنو أحكامي هققاتوش سلا هققاتوش يميات أنان سلا من هققاتوش التجويد سلا تجويد هققاتوش يميات أناي هونج أترياليش من دنج رسالانج. طيب، اتشي رسالة رسالة بلو مالت أتر ريالو مهنوش رسالة يبالال تلقى سيلونو كتاب يبالو. طيب، اتشي رسالة يتزقاج جيشوبة من زوريانو بتجويد زوريانو تجويد من دنو سلام من دنو مياتانو أجرو من دنو يميلون شيخو راسا تشوست مقدمة ولي سلام يتاكسولن الزيها النابرا رمزان ناقينيوال. طيب إن أي كتاب يتزجاج جوبا من زوري أنوالنا بتجويد زوري أنوالنا تجويد بتعم وسنجي هنا تمرت سلا هنا بوت على ستوت إن ده ترف نجار ساي هنا إن ده وعنا نجار تدرجو لإن ما رو يمي جبا يكتاب عينة زيد درس عشان تكمل مثلا هلا عشان مثلا كتاتل نية عشان المجمع رام استكاكلين وربنا كلهم بفيك ماله من كرا ولا من دي. من كراولة من دنيا ميلون هلا أشنم كهونو ساعات جمرون يا أشنم مستكاك اللي يمرقنا يا هلا أشنم نية مهون يا اللبت تمرن لما استمر تمرن راس أشن تتك من البت راس أشن كيرا سوى أشن لما كير مهون اللب الدنيا تكماتك عالم لما بال مجويد لما بال للي لا نقر كهونا هزيو بكرية شالا مكنياتهم نقيهم الكيامة بني عليك سارة سلمي هون مالن. طيب، نبيتنا صلى الله عليه وسلم بزي زوريا من إلالو خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلال خيركم كنان تمهال بلاجو بلاجي هون سومانو من تعلم القرآن قرآن يتمارسون كزس وعلمه لراسو تمرو لليلو السوج ياستمارا سونو كنانت السوج كنانت وست بلاجو بلوالنا كنزا بلاجو چندن هون الله سبحانه وتعالى نئي لمنن نئي اچنن استكاكلن لنك امت اقبال مالن. طيب، هداية المستفيد في احكام التجويد تبالا لج يكتاب ورأسنو تأليف يازقا جوت دقمو الشيخ محمد المحمود بالالو الشيخ محمد محمود بالالو سما شو من رساتي اللبت المشهور بابزان يو سومياك اچو بمن سما اچو نو بابي ريمه ابي ريمه بمبالي تاوكال ايه كونيا اچو نو كونيا بلو مالت عند سو باباتو بواندمو انديهم داقمو بسفرو يمي تقربت مالن. طيب، نا ابي ريمه يريما ابات مالن. طيب، عند سؤال مثالي معاذ ميبالج كالو أبو معاذ بالال مالن معاذ ميبال وندم كالو أخو معاذ بالال يا معاذ ليش كهونة دقمو ابن معاذ بمبال بس يعني تملكو يا من الترابات شو كت يا سموش من بالالو كوني يا بالال نا شخو بتامي متوقد كسمات شو بلاي بمنات شونو بكوني يا شونو كوني يا شو ماني بالال أبي ريمه يبالال لو مالن نا شيخ محمد المحمود نو تشين كتابي الزقاجو شيخ محمد محمود
መግቢያቸው ላይ እንደሚያትቱት ይህንን ኪታብ ሲያዘጋጁ ልጆችን ያስተምሩ ነበር። ለልጆች ደግሞ ተጅዊድን ለማስያዝ የተዘጋጁት ኪታቦች የቀደምት ኪታቦችን በመናይ ሰዓት በጣም ትልልቅ ናቸው። ለልጆች ለማስያዝ ለማስሐፈው ስለሚከብዱ አጠር አድርጌ በጥያቄና በመልስ እቺን ኪታብ አዘጋጅቻታለሁኝ። ልጆች እቺን ይህንን የተጅዊድ ትምህርት ወደውት እንዲሐፍዙት ስል ብለው መጀመሪያ ላይ ያትታሉ። ያንን ሙቀዲማውን ኢንሻአላሁ ተዓላ አሁን አንቀራው። ሙቀዲማውን መቼ ነው የምንቀራው? ኪታቡን ከጨረስን በኋላ እንመለስበታል። طيب ትናንትና የተወሰነ ገረፋ አድርገናል። ያልነበራችሁ ኢንሻአላህ መጨረሻ ላይ እንደግማታለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ሙቀዲማ ወደሚለው ወደ ዋናው ጉዳይ እንገባለን ማለት ነው። طيب ሙቀዲማ መቅድም ማለት መግቢያ እንደማለት። طيب እዚህ ላይ ሸኹ ስለ ተጅዊድ ምንነት ሊያብራሩልን ኪታቧ የተዘጋጀችው በምን ዙሪያ ነው ብለናል? በተጅዊድ ዙሪያ። طيب የኪታቧ አዘገጃጀት ደግሞ በምን መልኩ ነው? በጥያቄና በመልስ ማለት። مرحبا سين ይላሉ። سين ብሎ ማለት سؤال ማለት ሲኗ سؤال ማለት سؤال ብሎ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ጥያቄ ማለት። ከስሩ ደግሞ ጂም ያስቀምጣሉ። ጂም ብሎ ማለት جواب ማለት ነው። አሳጥራ ተጽፋ ነው። طيب جواب ብሎ ማለት ደግሞ ምንድነው? መልስ ማለት። طيب سين سؤال ማለት ነው። ما حقيقة التجويد ما حقيقة اونتاو مندنو ما حقيقة اونتاو مندنو التجويد يتجويد اونتا مندنو يتجويد من النتسكي مندنو لغة بقوانقوا درجة بقوانقوا درجة بعربية تجويد سيبال مفلق بد مندنو حقيقة مندنو اونتا مندنو وينم دقمو ديفينيشنو مندنو مالا طيب يتجيد مابراريا تجيد بلو مالت من مالت نو يالون واصطلاحا لغة بقوانقوا درجة واصطلاحا انديهم دقمو باصطلاح اصطلاح بلو مالت باند زرف يالو علموت يميسما موبت كال يتوسنو زرف لأي لمسالي بتجيد زرف كونة اصطلاحا كتبالي يميفلقو يتجيد علموت يتسما موبت قلت عمالت እናየዋለን። አንድ ቃል ቋንቋዊ ደረጃ ወይም በቋንቋ የሚሰጠው ሚኒንግ ይኖራል። ዑለሞች ደግሞ ወደ አንድ ዘርፍ አስጠግተው በዛ ዘርፍ ደግሞ ለዛ ቃል ሌላ ትርጉም ይሰጡታል። ያ ምን ይባላል? ኢስጢላሃን ይባላል። ኢስጢላህ ይባላል። طيب ما አሁን سنያይዛት ما حقيقة التجويد يتجويد مننت يتجويد ሐቂቃዋ እውነታዋ ማብራሪያዋ ምንድነው? ሉጋተን በቋንቋ ደረጃ ተጅዊድ ብሎ ማለት በቋንቋ ደረጃ ምንድነው ይያሉ ነው። ወእንዲሁም ኢስጢላሃን በእስጢላህ ደግሞ በዑለሞች ስምምነት ደግሞ ዚጋ ተጅዊድ ነው እየተማርን ያለ ነው። በተጅዊድ ዑለማዎች ስምምነት ደግሞ ተጅዊድ ብሎ ማለት ትርጉሙ ምንድነው ብለው ይጠይቃሉ። ይሄ መጀመሪያ ጥያቄያቸው። جواب ملس التجويد تجويد بلو مالت عن تجويد يمثلو عن قال ليابرارو لهم تجويد من مالت نو يميلون ليابرارو لهم التجويد تجويد يمثلو عن قال لغة بقوانقوا درجة كينات لغة بعربية قوانقوا مالت عند سو تجويد ستلو نورمال وريه لاي تجويد ميلون ستكالاكل يمي الرداو يهونا نققرال له በቁርአን ትምህርት ዘርፍ ደግሞ ተቀምጠ ተጅዊድ ስትለው የሚረዳው ነገር አለ። እና ዚጋ ሉጋተን በቋንቋ ደረጃ ተጅዊድ ብሎ ማለት አልኢቲያን አልኢቲያን ማስገኘት ማለት አልኢቲያን ማስገኘት ማለት ነው። ቢልጀይዲ ጥሩ የሆነ ነገር ማስገኘት ማምጣት ማለት ተጅዊድ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? አልኢቲያኑ ማስገኘት ማምጣት ነው። በምን ቢልጀይዲ ጥሩ የሆነ ነገር ማስገኘት ማምጣት ማለት ጥሩ ነገር ማስገኘት ምን ይባላል? ተጅዊድ ይባላል። ጀወደ الشيء ከተባለ ለምሳሌ አንድ ነገር አሳመረ ማለት ጀወደ الشيء
ነገርየውን ምን አደረገው አሳመረው ማለት طيب ከዛ የተወሰደ ነው ተጅዊድ ብሎ ማለት ወደ አማርኛ سنመልሰው ምንድነው ማለት ነው ትርጉሙ ማሳመር ማለት ግልጽ ነው ተጅዊድ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው ማሳመር ማለት طيب ሉጋተን በቋንቋ ደረጃ በአረብኛ ቋንቋ ተጅዊድ ሲባል የሚፈለገው ምንድነው አሉን አልኢቲያኑ ማስገኘት ነው ቢልጀይዲ ጥሩ የሆነ ነገር ማስገኘት ምን ይባላል ምን ይባላል ተጅዊድ ይባላል ማለት ይሄ በምንድነው በቋንቋ ደረጃ مرحبا عندنا عربي سلا تجويد ظرف اما يكسو عندنا عرب يزاو جود فلان كذا وكذا بتلو فلان يونا النجر تجويد ادرجه بتلو امي ردو قرانن بتجويد قرا ميلون ايدل مندنو اسامر يميلون طيب جود البناء كالكوي لمثالي بناؤن غنباتاون من ادرجه مالهنو اسامر ከተታምሮ ላይ የሚመጣው ሰውየው ጋር ምንድነው ግንባታውን አሳመረ የሚለው ነው እንጂ ወደ ተጅዊድ ዘርፍ ወይንም ወደ ቁርአን አሁን ወደ ምንማርበት ዘርፍ አይመጣም ማለት በቋንቋ ደረጃ ስነ طيب واصطلاحا بعلموش ደረጃ ደግ የተጅዊድ ዑለሞች ተጅዊድ የሚለውን የራሱ የሆነ ምን ሰጥተውታል ማብራሪያ ዲፊኒሽን ሰጥተውታል ያንን ነው ምንመለከተው واصطلاحا بعلموج قالت ادغمو علم اوقات تجويد بلو ماله مندنو اوقات يا اوقات مندنو يعرف به يميتاوق بت بسو به بسو يعرف يميتاوق به بسو سنا يايزو يعرف به يميتاوق بت يهونه اعطاء كل حرف حقه ومستحقه اعطاء من دنا متوقبت اعطاء مستت كل كلنم وينم اياندانوان حرفين اياندانوان فيدل معناته وينم كلهم فيدل حقه حق مستحقه عندهم مستحق حقنا مستحق ميبالاله نبرراچوال انجرسنا نملسباچوال تجويد بلو معناته علماء زند مندناو علم يوقت ظرف የተለያዩ ዲናችን ላይ የተለያዩ የውቀት ዘርፎች አሉ። በተፍሲር የውቀት ዘርፍ አለ፣ በሐዲስ የውቀት ዘርፍ አለ፣ በቁርአን ራሱን ችሎ በሪዋያ እንዲሁም የተለያዩ ዘርፎች አሉ በፊቂህ። ይሄ አንድ የውቀት ዘርፍ ነው ተጅዊድ ራሱ ማለት ነው። علم اوقات ነው يعرف به የሚታወቅበት የሆነ من اعطاء مستت كل حرف لهلم حرف ለእያንዳንዱ حرف حقه حقا يميقباتن مابتوان ومستحقه عندهم يعني مابتوان تكتلو يميمتان اقرنو حالا نبرار روال من الصفات لامسالي باهري وچين مستاتي مسل صفات مالت يعني داندو فيدال يراسي هنا منالو باهري عال يعني يمنو كبت زرفنو والمدودي عندهم دغمو سلام مسابياوچ يمناوقبت ظرف نو والمدود مد بلو مالت مسابيا مالن عند مدود كتباله مسابياوچ مكنياتهم يمسابيا عينتوچ بتام بزو سلاهونو مالت وغير ذلك كزي موچ يالو يتلايو احكاموچ يالو انزا احكاموچ اميتاوقبت يهونه ياوقت ظرف نو لمثالي كالترقيق ماقتنن يمس ፊደልን ማቅጠን ይመስል አንዳንድ ፊደላቶች ይቀጥናሉ ወተፍጺሚ ማወፈርን ይመስል አንዳንድ ፊደል ደግሞ በተቃራኒው ይወፍራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የሁለቱም ባህሪ የሚይዙ ፊደላቶች አሉ አንዳንድ የሚቀጥኑ አንዳንድ የሚወፍሩ ማለት እነዚህ ሁላቸውን እናያቸዋለን ኢንሻአላህ በቦታቸው ወነህዊሂማ እንዲሁም እነዚህንና የመሳሰሉ የተጅዊድ አህካሞችን የምናውቅበት ዘርፍ ምን ይባላል ምን ይባላል ተጅዊድ ይባላል طيب ተጅዊድ ብሎ ማለት علم اصطلاحا سنه علم اوقات ነው يعرف به የሚታወቅበት የሆነ በሱ به የሚለው በሱ طيب በዚህ ዘርፍ እናውቃለን ምንን اعطاء كل حرف ለእያንዳንዱ ፊደል መስጠትን حقه حق
ومستحقه عندهم مستحق طيب ودا مارينيا قطتا دايركت قال سلاللاچو مال حق حق نو ناقواله مستحق يميلو تغبيون يميلو يمطال نجر جن يتفلغبت الا ابراراللاچو لمثالي بمثالي نو وبالمثال تتضح المقال اندي ميبالو بمثالي نغغر غلص يهونال يلالو عربوچنا بمثالي نيو لمثالي عند حرف في عند فيدال النوسد بالعربية فيدالوش عند فيدال النوسد السوم خاء النمرد خاء خاء فيدال مالن يا فيدال يتلي ايو باهري وچالوش كزاوس حق يراسي هنا حق ولا حق مبالو صفة اللازمة هلوت يعني فيدل من ما يدركوت يما يليوت يهونو باهري يلواتشو حق مبالو من دناتشو لزا فيدل آكال يهونو يما يليو يهونو باهري وشناتشو ومستحقه كتوالس كزا كما يليوت كما يليوت باهري وش تيايزو يميمتو مالك لا برار الله لمثالي خافيدل خا كلاتكم خابلونا ملاساتكم يمچرشاو كفل وينم ودا غرورو يت طقاو كفل من انديون تنغرون يالاتكم خا مكر خا خا ملاس من هنا ها ابط على ادلا ودا لا يتنس ادلا طيب قاف النسد قا 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 ملاس يثنى يالو ودا لا يتتقطو يتلياجو فيدالاتوچن موسد انشلال ايه باهرياچو خان النسد ودا خان نملسنا اهو لمثالي خا سند ملاساچن كجربا منساف من يبالال استعلاء يبالال من يبالال استعلاء يبالال ايه صفات الحروف لاينو من ناقيو تشغريل اهون ازي غلص هو نولاچو اندي الف استعلاء يبالال استعلاء بلو مالت كف مالت كف يميلو باهريوچ يميزوت كف يميلو فيدالاتوچ يميزوت باهري من يبالال استعلاء يبالال طيب من مالت نو ملاس يملاس جربا كف مالتو مالت طيب ييه ملاساچن كف سيل يمي فطرو ليلا تچماري باهري يال سو مندنو يانن فيدال اندي وفر يادرغو قلتنا خا سنل فيدالو مندن يوفرنو ادلا خا كابلوسكي ك وفرامنو كچينو كچينو ادلا طيب منياتو من سلاللو يستعلاء باهري سلاللو مالن طيب اون خا سنل من هنا ملاساچين የምላታችን ጀርባ ተነሳ ያ መነሳቱ ምን ይባላል حق نو استعلاء يبالا ايه استعلاء የሚባለው صفاو ምንድነው حق صفته لازمه ነው በፍጹም ከሱ ሊወገድ ማይችል ማለት طيب እና ምላታችንን سنናነሳው ምን ይሆናል ድምጹ የመወፈር ባህሪ ይይዛል ያ የመወፈር ባህሪ ደግሞ ምን ይባላል مستحق ይባላል ተግባባ ካንዱ ባህሪ ተያይዛ የምትመጣ ሌላኛው ባህሪ ምን ትባላለች مستحق ትባላለች ዋና አቋሚው ባህሪ ምን ይባላል حق ይባላል ከዛ ባህሪ ደግሞ ተከትላ የምትመጣ ሌላ ባህሪ ደግሞ ምን ትባላለች مستحق ትባላለች ግልጽ እንዲሆንላችሁ ያክል ነው طيب እና ያንደም ፊደል حق مستحق እንዲሁም ደግሞ من الصفات صفاوچن يفيدالاتوچ باهريوچن والمدودي سلامسابياوچ مسابياوچ وغير ذلك كذيم وچالو حقگاتوچ لمثالي كترقيقي كافوا لمثالي اندمال ترقيق قالناو لمثالي مثالي سانن ترقيق قالن ماقتن نم يهونو قال كاف كجبابتس كترقيقي لمثالي ماقتنن يمسل اندمال طيب كالترقيق ما قطنن يمثل والتفخيم ما وفرن يمثل ونحوهما نزين هلتوننا يمساسلو ليلو تشالو نزين هلو يمن الردابة زرف من يبالا
የአረብኛ ፊደላቶችን ስለ አረብኛ ፊደላቶች ሐቃቸው مستحقاتቸው መቼ እንደሚሳቡ መቼ እንደሚወፍሩ መቼ እንደሚቀጥሙ የምንረዳበት ዘርፍ ምን ይባላል? ተጅዊድ ይባላል። ግልጽ ነው? ለቀጥል طيب አንድ ቃል ራሱ ግልጽ ሳይሆን ማለፍ ይለበት طيب هاي ስትቀሩ ለማቅራት ዝግጁ ሆናችሁ ማለት ራሳችሁ ጋር የሚቀራለ ትቀራለ ታቀራለ በዚህ መልኩ ነይታችሁ ተቀመጡ ብለናል ቀደም طيب سؤال ሁለተኛው ጥያቄ سؤال ጥያቄ ሲኖ ማለት ما غايته አላማው ምንድነው ግቡ ምንድነው ማለት ما غايته ግቡ አላማው ምንድነው علم التجويد يا تجويد اوقات يا تجويد ظرف ግቡ አላማው ምንድነው ብለው እየጠየቁ እያንዳንዱ ስራዎች የራሳቸው የሆነ አላማ አላቸው የራሳቸው የሆነ ግብ አላቸው መስሪያ ቤት ሄዳችሁ ከሆነ አላማ ግብ ብለው ይጽፋሉ አይደለ በራቸው ላይ ግልጽ ነው አይደለ ይሄ መስሪያ ቤት የተቋቋመው እንደዚህ እንደዚህ ለማስፈጸም ከህዝብ እንደዚህ ለማንሳት እንደዚህ ለማገልገል ይላል طيب የተጅዊድ ግቡስ ምንድነው ما غايته ግቡ አላማው ምንድነው علم التجويد يا تجويد اوقات ايه يا تجويد طنات يا تجويد ظرف علامه ومندنو تجويد يمنماربت علامه مندنو يالون طيب غايته يا تجويد علامه وجبو بلوغ مدرس نو النهايه يت مدرس شاف مدرس نهايه ماله مشرشه ماله طيب بلوغ مدرس نو النهايه شاف مدرس نو بمن زوريا في اتقاني بما سمر شاف مدرس منين ما سمر لفظي قالاتوتشي القران يا قران لفظوتشي يا قران قالاتوتشي بما سامر شاف مدرس يتجويد علامه من دنو قالوا قران بمنقرا ساعات يا قران قالاتوتين بما سامر تج مدرس مالك علامات لقيه يسغانو يا تج دغمو علامات لقيه بتغنيو ملك علامات لقيه بتغنيو ملك بتيازو ملك من الحضره كمقمامچاوچ من الحضره كمقمامچاوچ النبويه كنبياتن صلى الله عليه وسلم حضره وينم مقمامت الافصحيه متابتال الافصحيه قلت يا هونا اصحاب هونا ملك نبياتن صلى الله عليه وسلم صحابوچن ባስተማሩበት መልኩ ቁርአንን አሳምሮ መቅራት ነው የምን የተጅዊድ ትምህርት አላማው ይላሉ غايته علامه بلوغ مدرس نو النهايه طق مدرس في اتقاني بمن في اتقاني اتقان بلو ማለት ማሳመር ማለት ማስተካከል ማሳመር في اتقاني بماسمر نو لفظ القران يا قران قالاتوچن بما سامر طق مدرس نو علاماو علامات لقيه لك بتغنيو ملكو على حضره النبويه يا نبياتن صلى الله عليه وسلم يوقت ما اد لاي بتغنيو ملكو من ما درك نو بذا ملكو قرانن استكاكلو مانبب نو يا قران قالاتوچن اسامرو لمانبب نو علاماو الافصحيه ጥርት ያለች ሆነች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦችን ጥርት ባለ ምላስ ጥርት ባለ ቋንቋ ምንን አስተምሯቸዋል ቁርአንን አስተምሯቸዋል ልክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱሐቦች ባስተማሩት መልኩ ሱሐቦች አሳምረው ሲቀሩት በነበረው መልኩ መቅራት ነው የምን የተጅዊድ አላማው ይላሉ ግልጽ ነው نكتل
وقيل انديهم تبلوال وقيل انديهم تبلوال هون ايه هو الديفينيشن قال له معناته قلت انه عدله يا تجويد قبو عندنياو من دنو قالوا قرآنن بمتكراسات من ما درقنو يا قرآن قالاتوچين ما سامرنو لك كنبياتن صلى الله عليه وسلم مدرك عند تغنيو بذا ملكو معناته وقيل انديهم تبلوال بليلا قلزا يتجويد علامو صونو متبكن صونو متبكن منن اللساني ملاسن متبكن سنايا يزو صونو اللساني من ما درقنو ملاسن متبكن عن الخطأ كمن دنو من تبكات ملاسات شنن عن الخطأ كسهتت خطأ بلو مالت سهتت مالت عن الخطأ ملاسن كمن متبكنو كاسهتت متبكنا ماشي في كتاب الله تعالى في كتابي بمسحفو الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى عن كتاب يا الله سبحانه وتعالى عن مسحف بمنا نبقزي صون اللساني للان يتجويد آلام من دنو تبلوان صون اللساني ملاس متبكنا صون اللسان ملاس متبكنا عن الخطأ كسهتت ماشي في كتاب الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى كتاب قرآن بمتنبسات ملاسهن كسهتت متبكنا يتجويد على موقبو يالو قلتنا سلوهنا تجويد من ماربت على ما من دنا قرآن أسامرو ملاساتشنن كسهتت تبكو لك كنبياتن صلى الله عليه وسلم استمروت بتغنيو ملكو مكرات مالت سنو عدلا يتجويد آلامو يهناو مالت طيب سؤال إياكي سؤال إياكي ما حكمو بينو من دنو فردو من دنو مالت طيب ما حكمو بيّنوا من دنّو الشارعو يدنقاقيو بيّن يدنقاقيو الشارع بلو ماله دنقاقي ماله يدنقاقيو بيّن من دنّو شريعان يمدنققو مانو الله سبحانه وتعالى نبياتهم صلى الله عليه وسلم من أدراجي ناتشو الله يدنقققون أدراش ناتشو طيب ما حكم الشارعو سلونا يدنقاقيو بيّن من دنّو في علم التجويد بتجويد زرف لاي دنقاقيو من الناس كمتوال بيّنون من عدرقوتال مالتهم تجويد ممار سنانو ويس واجبنو ويس كرهانو ويس حرامنو يتنياو لينو من مدبا ويميلون يتأيكون بلتناو الله سبحانه وتعالى إن يتجويد تمرتن من عدرقوتال حلالنا ويس حرامنا ويس محبوبنا ويس واجبنا من دنيا درقوا ايالون طيب ما حكم الشارع يدنقاقي وبيّن من دنو في علم التجويد بتجويد او كالزرف دنقاقي وبيّنون بمن ملكون ياسك أمتا والله سبحانه وتعالى ما لنه دنقاقي سيبال إلا أكال عنداي مثلات شو ما لن طيب جواب ملس التجويد تجويدكو التجويد تجويدكو لا خلاف ليونت يلم بعلموش مكاكل ليونت يلم في أنه بمهون زوريا في أنه السو أنه مالت السو مالت في أنه السو بمهون زوريا فرض كفاية فرض كفاية بمهون زوريا خلاف اللون تجويد ممار من دنو فرض الكفاية فرض الكفاية من دنو نبرا الروال طيب فرض كفاية بلو مالت هترى رقن سنناه يتوسى نسو كسرى وكليل أولي قديتا نتو يمين نسا مالت إنما اللي سالة نبرا الروال
طيب تجويد بكتاب درجة لكاهون دمن مارو يتجويد زرفن بتلك أتكوتش بلو من مارو لا خلافة ليونة يلنبع لموش مكاكل أنه فرض كفاية فرض الكفاية لمهنو بعلموش زن خلاف يلنب ليونة يلنب ولا تشوم يتسمامو بالقدين من مهنو فرض الكفاية لمهنو فرض الكفاية بلو مالت يتوسنا ما برسه وين يتوسنا سوت يانن نجر كسرت كليلة وما برسه بلا يا قديتا يمين نسا مالت لمسالي يموت سو مكبر من دنا قديتا عند سو كموتة بسو لجوش لاي باتك علي بما برسه بلاي مكبر يانن سو عطبو كفنو عزقاجتو بشريع وملكو مكبر من دنا بياندان دو سولاي من دنو قديتا طيب بياندان دو سولاي قديتا انك ابرم بلو ياهو اللا سو عدم وزم بي من يوانالو اياندان دو من يوانالو انجلن يهون الله زن وانجلن يهون طيب اش كزام عبر سولا مسالي اصر شي ما يا سفر اصر شي سوالو كاصر شي سو اصر سوات توقد يانن جنازة بس نسرات بشريع وملكو عطبو كفنو لحدق وفرو بس نسرات كاس قبوت بتكرو باستر شولاي من ينسال قديت عنتو ينسال مالك لمن الكبرا شون تبلو ليلو شو من عيد الرغو عيد تأيكم مالك يتقبابان يموتن سو مكبر بيان دانو مسلم لاي يتدنقق حقم اني كموت كوين يزي هاجر ما برسب يزي سفر ما برسب يمكبر قديتا عالب طيب بقولهم لاي مالك بس هم ما سولي اني موتشي كلو مال كبرن بلو انبي كالة كلو من هنا المالتنا وانجلن يهي هنا الله سبحانه وتعالى لمن الكبرات شو تنبلو يتأيك اتشوالنا مالك مرحبا نقرقن يتوسنو سوج اسر اسران من سوج أنين بس نسرات ككبروا بليلو تشولاي من هنال قديتا النتو ينسى المال ودا ماري ياسنا متو أنصاراوي قديتا يتسنو عدل يتو السنسو كفتسمو بليلو لاي قديتا النتو ينسى المال أهون الله سبحانه وتعالى تجويد الممار بهولو مسولاي من أدرقوال قديتا واجب أدرقوال طيب كلهم تجويد عن ممار مكالو ولا شو من يونالو وانجلو نيو شونالو نقر قن كزاما برسب قن تقلب لو يتوسنو ولتم يونو سوستم يونو عراتم يونو يعني زرف يهنن يتجويدن زرف كتما ماروت فليلة وسولاي من ينسال قديت عنتو ينسال فرض الكفاية بلو مالتين قلتنا طيب ايبا من زوريانا كتابون كتشبلو مكراتو بتلكت مقباتو ياورانو اهون بمن زوريانو كتابون كتشبلو مكراتو من دنو فرض الكفاية بكتاب درجة ولا عملو به بزي تجويد دقمو مسرات قدم ممارنا ياورانو سلام ممار بتجويدو قن بزي علم قن مسراتو فرض عين نفس وكف قديتان فرض عين بيان داندو سولاي قديتا ايهونا نقر يان داندو سو يا الله سبحانه وتعالى القرآن أسامرو يمكرات من اللبه قديتا اللبه بتكبار درجة بكتاب درجة قن ممارو من دينو يتو السنسو كتمارو بلي لولاي من ينسال قديتا النتو ينسال مالك يتكبابان طيب كذا بوالا نقدر طيب منال شيخو التجويد تجويدكو لا خلاف ليونة اللم بعلم وجزند في أنه فرض كفاية فكتاب درجة من مارو فرض كفاية لمهون بعلم وجزند ليونة اللم والعمل به بس دقمو مسراتو بتجويد مكراتو مالهن بتجويد مسرات بلو مالهن من مالهن
ስንቀራ አሳምሮ መቅራት ማለት ነው። በሱ ደግሞ መስራቱ በተጅዊድ ደግሞ መቅራቱ ፈርዱ አይኒ ነፍሰ ወከፍ የሆነ ግዴታ ነው። በከሌ በተጅዊድ አስተካክሎ ይቀራልና ከኔ ላይ ግዴታው ይነሳል ማለት አይቻልም። ግልጽ ነው አይደለ? እኔም አስተካክዬ እንድቀራ ግዴታ አለብኝ። እያንዳንዱ ሰውም አስተካክሎ እንዲቀራ ምን አለበት? ግዴታ አለበት። በኪታብ ደረጃ መማሩስ ምንድነው አልን? ፈርዱ ኪፋያ ብለናል አይደል? ፈርዱ ኪፋያ ብሎ ማለት የተወሰነ ሰው ከሰራው ከተወሰነው ላይ ይነሳል ግዴታነቱ ማለት። طيب ፈርዱ አይኒ ነፍሰ ወከፋዊ የሆነ ግዴታ ነው። على كل مسلم بهلم مسلم ላይ በሁሉም ወንድ ሙስሊም ላይ طيب በሁሉ ወንድ ሙስሊም ላይ ወሙስሊመቲን እንዲሁም ሴት ሙስሊም ላይ በወንድም ብቻ አይደለም በሴቷም ላይ በተጅዊድ መቅራቱ በተግባር ማስገኘቱ ምንድነው ግዴታ ነው። ሚነል ሙከለፊን ከሙከለፎች ሙከለፍ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ሙከለፍ ብሎ ማለት ሸራዒ አልኢስላም ወይንም የእስልምና ድንጋጌዎች በሱ ላይ ምን ይሆኑበት የወጀቡበት ማለት ነው። አንድ ሰው ሙከለፍ የሚሆነው መቼ ነው? ዓቂል ሲሆን አእምሮ ጤነኛ ሆኖ ከዛም በኋላ ደግሞ ለቡሉግ ሲደርስ ግልጽ ነው። ለአቅመ አዳም ደርሶ ከዛ ጤነኛ ከሆነ ያ ሰውዬ በአጠቃላይ የእስልምና ድንጋጌዎች እሱ ላይ ምን ይሆናሉ? ዋጅብ ይሆናሉ። ከዛ ውስጥ ዋጅብ ግዴታ ከሚሆኑበት ውስጥ ማን ይገኛል? ቁርአንን አሳምሮ በስነ ስርዓቱን ጠብቆ በተጅዊድ መቅራቱ ይገኝበታል ማለት ነው። ሙከለፍ ብሎ ማለት ያ ነው። ሙከለፈይኒ ወይን ሙከለፊን ከተባለ በግዴታ በተጣለባቸው ሰዎች ላይ ግዴታ የሚጣልበት አንድ ሰው መቼ ነው አለ? ለቡሉግ ደርሶ ጤነኛ ከሆነ ማለት ነው። መርሐባ አንዴ ቃል በቃል ንድገመውና አንድ ጥያቄ እናነሳለን። ማ ሁክሙ ሻሪዑ ፊ ዒልሚ ተጅዊድ የምትለዋ ማለት ነው። የደንጋጊው ብይን ምንድነው? ፊ ዒልሚ ተጅዊድ በተጅዊድ ዘርፍ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን የተጅዊድን ዘርፍ መማሩ ምን አድርጎታል ማለት ነው። አተጅዊዱ ተጅዊድ ላ ኺላፈ ልዩነት የለውም ፊ አነሁ በዑለሞች ዘንድ ማለት ነው ፊ አነሁ ፈርዱ ኪፋያ ፈርዱ ኪፋያ ለመሆኑ ልዩነት የለውም። ምን አይነት ተጅዊድ ነው? ተጅዊድ ለሁለት ነው የሚከፈል፣ ትምህርቱ አለ፣ ተግባር አለ። طيب በትምህርት ደረጃ አለ፣ በተግባር አለ። ተግባባን አይደለ? መርሐባ ቲዎሪና ፕራክቲካል ማለት ተጅዊድን በቲዎሪ ወይንም ንድፈ ሐሳቡን በኪታብ ደረጃ ቁጭ ብሎ መማር ምንድነው? ፈርዱ ኪፋያ። ፈርዱ ኪፋያ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው አለ? የተወሰኑ ሰዎች ከሰሩት ከሌላው ላይ ግዴታነቱ የሚነሳ የሆነ ማለት ነው። የተወሰነ ሰው ካልሰራ ውስጥ በአጠቃላይ ከተውስ ሁሉም ምን ይሆናል? ግዴታውን ስላልተወጣ ወንጀለኞች ይሆናሉ ማለት ነው። طيب በኪታብ ደረጃ መቅራቱ ፈርዱ ኪፋያ ነው። ወልዓመሉ ቢሂ በተጅዊድ ደግሞ መስራቱ መማሩ ሳይሆን በተግባር አስገኝቶ መቅራቱ ቁርአንን በተጅዊድ አሳምሮ መቅራቱ ደግሞ ፈርዱ አይኒን ነፍሰ ወከፋዊ በእያንዳንዱ ሰው ላይ የተደነገገ ምንድን ነው? ግዴታ ነው። አላ ኩሊ ሙስሊሚን በሁሉም ወንድ ሙስሊም ላይ ወሙስሊመቲን ሴት ሙስሊምም ላይ ሚነል ሙከለፊን በሙከለፎች ላይ ማለት ነው። ጤነኛ ሁነው ለቡሉግ በደረሱ ሰዎች ላይ ምንድን ነው? በተግባር አሳምሮ መቅራቱ ተጅዊድ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። መርሐባ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ በደንብ አዳምጡ። ምን አልናው? ተጅዊድ በኪታብ ደረጃ መማሩ ምንድነው? ፈርዱ ኪፋያ ነው። የተወሰነ ሰው ከቀራው ችግር የለውም። እሺ፣ በተግባር ቁርአን ስንቀራ ግን አሳምሮ በተጅዊድ መቅራት ምንድነው? ግዴታ ነው። ابن الجزري رحمه الله من يلالو والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا إلينا منه وصل إلى
والأخذ بالتجويد حتم لازم تجويد ما ياز من دنو قديتا يهونم كروتي للو نقرن من لم يجويد القرآن وإنم دقم بليلة رواية من لم يصحح القرآن قرآن أسامرو بتجويد يالكراسوكو آثمو من دنو وانجلن يانو يا الله سبحانه وتعالى قال إيه سباب بره مالك باي هون أم ياسكرانو رو مالك أم سالي قطر هونو تجويد ما يتلو وزا عدقو تولدو يموتسو الله سبحانه وتعالى لمن بتجويد الكراهن بلو أي كتاو مهنياتو لا يكلف الله نفسا إلا وسعا يا سوية تامتوتو يكرار أقر قن تسدو تنكساكسو مكرات ميشلا شو علموش قابرو هيدو مكرات يشالكو هون يتوو يا سوية تيكبت هالمالك مرحبا يني تياكي من دنو عند سو نجري تجويد بكتاب درجة من مارو قديتها دلن بهولو ملاي يتوستنا سو كسرو قديتها النفي النسال بلانا نقر قن بيان دنو سو لاي مكراتو بتجويد قديتها نو መማሩ በሁሉም ላይ ግዴታ አይደለም በተግባር ማስገኘቱ በሁሉም ላይ ግዴታ ነው ይላል አይደለ አንድ ሰው ሳይማር እንዴት ተጅዊድን አስተካክሎ ቁርአን ሊቀራ ይችላል درس ላይ የተጠየቀች ጥያቄ ናት የዛኔ ካመታቶች በፊት እዚ ቦታ ላይ ማለት ታይ ሰላም ሰላም ቻይ ተሩ የፈራኛል እዚህ ያለው ታያቂው አንተ ነበርክ ታያቂው ስነበረ መሰለኝ طيب جزاك الله خيرا አንድ ሰው ከሸኹ ሲቀራ ለምሳሌ ሸኹ የተጅዊድ አህካሙን አይነግረው ግን ለምሳሌ بسم الله الرحمن እዚጋ الله ሚለው አይወፍርም بسم الله بل اقتنعت بلو اسكتن حقون قل لمن دكتنش لمن ليلا بوتا عندما توفر على نقره ليلا بوتا يد الله ملون يد الله بلو سيكرا لا استكاكل زيقا الله ملو يوفر على بلو يستكاكل نقر قل من على استماروت بسم الله سيل لمن دكتن يد الله سيل لمن دوفر على نقره ነገር ግን በተግባር ምን አድርገውታል አሲዘው አስተምሮታል ያም ልጅ በዛ ተምሮ አድጓል ስለሆነ ያ ሰው ይምን አደረገ ማለት ነው ያ ተማሪ ያንዳንዱን አህካም በዚህ ከቀራ በተጅዊድ መቅራት ይችላል ማለት ነገር ግን ተጠግተ ለምን እንደው ያፈርከው ለምን እንደው ያቀጠንከው ብትለው በኪታብ ደረጃ ስላል ተማረው ምን ያደርገው አያውቃቸው አህካሞቹን ማለት ተግባባን አይደል ተግባባን ግልጽ ነው مرحبا سلوان ان يادق مو يتكمت نو من لنا درق نو تمر لنا استمر نياتين هين طيب بتجويد اسامره مقراس لتشل تشلال سو غاغن سو متتو سي طيقه علاوقم متل كونا يانته قچ بلو مقراتو فايده يلهوم مالك يا جد اون هي لك اند دليل بسم الله ميلون لمن اسكي زيغا قطنات بلو سيطيقه يا قد من تادرغلتاله يا قراهون تجويد ظرف لا يتقمطه بكتاب درجه يا قراهون من تادرغلتاله تاوسالتاله زيغا الله متلو يقطنچو كفيل لفيتو اكسرا سلامتاش الله كميلو قال بفيت كسرا كمتاچ الله متلو قال هول يتقطنالچ ከዛ ውጪ ግን አላህ ከሚለው በፊት ያለው ፊደል ፈትሃ ሆነ ወይንም ضማ ከሆነ አላህ ሚለው ሁሉ ምን ይሆናል ይወፍራል ብሎ በዚህ መልኩ አስረድተህ ትልከዋለህ ማለት ግልጽ ነው አይደለ ስለሆነ ተጅዊድ እምንማርበት በኪታብ ደረጃ እምንማርበት ዋና አላማው ለማስተማር ነው ማለት ለራሳችን አውቀን ሌሎችን ለመጥቀም ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ እዚህ ይበቃናል بكتا يدرساتين فصل في احكام الاستعاذه والبسمله يميل راس هنا المنجبابت يعني بدم يمنا يهونال ان شاء الله تعالى لزاري زي بكنا تياقي يالو متيقي تشال